أيضا أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا عبر الإنترنت، حقوقيا يعني مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية لين معلوف قالت أن عدم اعتراف القوات الحكومية وقوات التحالف بأعداد القتلى المدنيين في الموصل بهذه الأعداد الكبيرة وعدم التحقيق فيها يعد تخليا صارخا عن المسؤولية. ما الذي يعنيه هذا الكلام أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية؟ بالوقت الحاضر الحكومة العراقية احنا نعلم جيدا هي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وبكل ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة هذا الدعم لا يمكن أن يستمر بالنسبة للحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي يتكلم وبصراحة عما يحدث بالعراق من جرائم وارتكاب هذه الجرائم. ليست الجرائم بتدمير الموصل، وإنما حتى الجرائم التي ارتكبتها العراقية في السجون الذي كانوا فيها محتجزين العراقيين المواطنين العراقيين من قبل داعش، وأخذتهم هذه الحكومة إلى بغداد ونقلتهم إلى بغداد. هذول المحتجزين العراقيين كانوا من سامرة وبقية المحافظات الأخرى التي كانت الدولة الإسلامية مسيطرة عليها لعدم تبعيتهم الى الدوله الاسلاميه. لهذا السبب احتقلتهم، والحكومه العراقيه بالوقت الحاضر تعتقلهم ولم يحاسبون لحد الان، ولم يسالون عما ارتكبوه من ذنب. اعتقلوا في زمن الدولة الإسلامية والآن يعتقلوا في زمن النظام الديمقراطي حسب ما يدعون في العراق. الولايات المتحدة هي الأذرع الكبير بالعمليات الإجرامية في العراق، هي جزء من هذه العمليات الإجرامية بتدمير الشعب العراقي والمجتمع العراقي. هذه المدن التي دمرت بالقصف الأمريكي، وما كما تحدث زميلي الآن أنه في واحد في مجموعة في مدينة في محافظة أو في حي من الأحياء يدمرون كل الحي لأنه قناص موجود بها. هذه العمليات عمليات إجرامية وإبادة جماعية وإبادة بحق الإنسانية. حقيقة هذا لو كان يحدث الأمر مثل ما قال، لو كان يحدث الأمر في إحدى البنوك حتى يعني يحتجز رهائن، لا يضحون بأي رهينة من الرهائن حتى يحلون هذه المشكلة. هم يبيدون شعبا كاملا لأنه قناص موجود في هذه المنطقة. حقيقة هذه العمليات الإجرامية هي عمليات انتقامية، ونحن نعلم أنه الجيش العراقي والحكومة العراقية مسيرة من قبل إيران، وهذه التسيير من قبل إيران، وإيران هي الدولة المعادية للشعب العراقي. حقيقة ليست تأتي هذه الحكومة مدعومة دعما كاملا من إيران ومدعومة دعما كاملا من الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر. إذن القاسمي هو مسؤول عن عمليات الاختراق الموجود في العراق في الوقت الحاضر في كركوك وبقية المناطق وفي الموصل، وهو القائد العام للقوات المسلحة المباشر وغير المباشر، هو هذا الجيش العراقي الهزيل بالوقت الحاضر. من فيينا عبر الانترنت سيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، أشكرك على هذه المشاركة في التغطية.